استفيدوا مني فهمت؟ انا اخذ من الناس يعني وش معناه؟ كفو فكر والله شوف لها اكثر من اهتمام ولها اكثر من فكر بس هو بتجيك بعد شوي ترى بس كم واحدة بسوينا لي وين بيجي كلها كذا كذا ما شفت انت ايش سوى عندنا باقيلكم هنا باقيلكم باقي عندكم منطقة بعد الله.